حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا أحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوسم، الحلقة الرابعة بعد المئة. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مختصة بالترند اللي هو أهم ترند ممكن واحد يتكلم به ويطلع مواضيع ويجيب فيديوهات ويجيب تغريدات ويجيب هاشتاغات، هو ترند الزيارة الأربعينية، زيارة سيدي أبو عبد الله الحسين. وهاي زيارة لها منزلة خاصة عند كل شيعة أمير المؤمنين، زيارة هذه مليونية بأعداد هائلة تفوق الخيال. ممكن هو أكبر تجمع بشري بالعالم يصير سنوياً. هاي الزيارة هي الزيارة الأربعينية من كل دول العالم، من كل المحافظات العراقية، من كل أنحاء العالم تجي ناس موالية لأهل البيت تأدي الزيارة الأربعينية. الزيارة الأربعينية هي اللي يكون عددها 20-25 مليون زائر. هذا العدد ما تلقاه ممكن بأي تجمع بشري آخر، مستحيل إنه ممكن تلقى هيك عدد، ومستحيل تلقى هيك مدينة وهيك بلد يستوعب هاي الأعداد في أيام محددة. ممكن خلال أسبوع يدخل لكربلاء 25 إلى 20 مليون زائر. هاي الأرقام ما تشوفها بس عند شيعة أمير المؤمنين الموالين لأهل البيت. اليوم مثل ما قلت لكم مواضيعنا كلها على الزيارة، وراح ناخذ الجانب اللي ممكن الناس ما راح تشعر به. الناس تمشي بطريقها لكن اكو جوانب مهمه الناس تريدها، كثيره هاي الجوانب راح ناخذها بمواضيعنا لهذا اليوم. اول موضوع عندنا في حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع العطله الرسميه في كربلاء والنجف الاشرف، كربلاء المقدسه والنجف الاشرف، عطله رسميه راح تكون لكل الدوام، كل اللي الإمكانيات راح تسخر إلى الزيارة الأربعينية. فهذا هو موضوعنا الأول اللي هو العطلة اللي راح تكون موجودة. خلنا نأخذ الموضوع تفاصيله وأيضا نتكلم عليه بصورة أكبر وأدق. يقول الخبر لإحياء زيارة الأربعين، كربلاء تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع. كربلاء وأيضا النجف الأشرف تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل. هذا الشيء العطلة يجب أن تكون بسبب أنه المحافظة راح يصير بيها شيء مثل ما قلت لكم يفوق الخيال، 20 إلى 25 مليون نسمة، مليون زائر راح يجي. لذلك تسخر كل الإمكانيات وكل الأعمال في المحافظة. تعليق من بنت الأكابر تقول لبيك لبيك يا حسين، لبيك يا عباس سلام الله عليهم. مصطفى يقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. محمد يقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. محمد يقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نارفين تقول عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم بمصاب سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كان موضوعنا الأول اللي هو موضوع العطلة الرسمية اللي راح تكون موجودة في كربلاء والنجف الأشرف، عطلة رسمية لكل مفاصل الحياة، كل الإمكانيات هناك تسخر للزيارة الأربعينية مثل ما قلت لكم، لأنه هاي الزيارة بها أعداد رهيبة جدا قد تفوق أي تجمع بشري بالعالم. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو أيضا موضوع مهم ويجب أن نسلط الضوء عليه.
الكهرباء. الكهرباء في كل محافظات العراق أكو قطع مبرمج ساعتين بساعتين، أربعة بساعتين، ستة بأربع ساعات، كل المحافظات يكون بها قطع مبرمج حسب ما معمول به من زمان. الكهرباء تستثني أيضا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة من القطع المبرمج للكهرباء. هاي المواضيع اللي قلت لكم عليها اللي راح نتناولها، وأيضا مواضيع أخرى. هاي المواضيع مهمة، وراها راح نأخذ موضوع الإنترنت، وهاي مواضيع راح نأخذ. الكهرباء هو أو هي راح تكون موجودة بشكل دائم، تستثنى المحافظات اللي بيها زوار من القطع المبرمج. كربلاء المقدسة بيها أعداد كبيرة من الناس، من المواكب، من الزائرين، وأيضا النجف الأشرف، جماعة الجنوب من يجون مشي، جماعة اللي برا العراق اللي يجون بالمطار أيضا كلهم من مطار النجف يجون عن طريق النجف وطريق يا حسين. فطريق النجف وهي أصلا المحافظة، محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة قريبات على بعض، لذلك يكون بها أعداد الزوار كبير جدا. لذلك أيضا تم استثناء هاتين المحافظتين من القطع المبرمج للكهرباء. خلنا نأخذ الموضوع التفاصيل وشنو قالت الناس وتعليقاتها. يقول الخبر: الكهرباء تستثني كربلاء والنجف من القطع المبرمج. التعليقات: فاطمة مولاتي تقول ساعتين بساعتين هم الحمد لله. أبو أحمد يقول: بس لا، ماكو تطبيق بخصوص الكهرباء، القطع مستمر في الليل والنهار في كربلاء. هذا الموضوع راح نسلط عليه الضوء، وأنا متقصد أظهر هاي التعليقات لأنه ذولا الناس هم من سكنة كربلاء، فحتى نشوف أن الكهرباء موجودة أو لا. وضواحيها: تجهيز قليل. السلام عليكم، في أمان الله، هذا حال الكهرباء في طويريج، وهي محطة تجمع واستراحة الزوار. طويريج مهم جدا هذا الكلام، هي أيضا محطة لتجمع الزوار، فيجب أن تستثنى أيضا طويريج من القطع المبرمج، لأن هذا هاي المنطقة أو هذا القضاء هو قريب جدا على كربلاء، ومثل ما قال أبو أحمد هو محطة للزوار، وهي محطة تجمع واستراحة الزوار، وطويريج بوابة كربلاء من جهة الوسط والجنوب، والزوار من بلدان الجوار. لذا نحمل المسؤولين في القضاء والمحافظة بتوفير الكهرباء، لا تخلونه بجشع المولدات. هذا تعليق مهم جدا. الناس اللي مسؤولة عن الكهرباء في طويريج يجب أن تستثنى أيضا من القطع المبرمج. دول الزوار يردون راحة، جاي تعبان من مشي، جاي يريد يزور وراء طريق يكمل. أبناء المنطقة، أبناء القضاء، هم أيضا يخدمون الزوار على مدار اليوم، يعني 24 ساعة هم يخدمون الزوار، لذلك أيضا يحتاجون كهرباء، يحتاجها للأكل، للشرب، يحتاجها للغسيل، يحتاجها لراحة الزائر، يحتاجها للشحن، يحتاجها لهواي أمور، خاصة هسه الجو بعد حار يعني، فيحتاج تبريد مبردة أو تبريد، فالكهرباء مهمة جدا. أني مع هذا التعليق، ولازم تستثنى من القطع المبرمج. خالد يقول: السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس. تعليق من أحمد الخفاجي يقول: ليش والحلة ما بها زوار؟ هاي أيضا نقطة مهمة، إلى جانب طويريج الحلة والإسكندرية هاي أيضا محطة قريبة على كربلاء المقدسة، فأنا مع هاي التعليقات، أنا متقصد أظهر هاي التعليقات حتى تستثنى من القطع المبرمج للكهرباء. هاي المناطق هي مناطق للسير نحو كربلاء، فأيضا يجب أن تتوفر الكهرباء. هسه مو تستثنى 100%، ولكن خلي القطع المبرمج مثلا 6 تشغيل مقابل ساعتين اطفاء، ممكن واحد يلحق يطبخ، يلحق يشحن، يلحق يغسل، يلحق يقدم الخدمة للزوار، وهاي الساعتين ممكن تعوضها
المولدات الأهلية البديلة. فلا يجب أن تكون طويريج مثل ما قالوا، والإسكندرية والحلة أيضا تستثنى من الكهرباء والقطع المبرمج. هذا كان موضوعنا الثالث في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع الكهرباء، اللي مثل ما قلت لكم هواي ناس تناشد وتريد انه يكون القطع المبرمج يعني يستثنى المناطق القريبة من كربلاء المقدسة مثل ما ذكرنا، الحلة، اسكندرية، طويريج، اي منطقة قريبة. طريق المشاية، والله انا لو وزير كهرباء والله اقطع الكهرباء على كل المحافظات وخليها بس على الطريق اللي رايح للزيارة، يعني مو اقطعها بشكل نهائي، لكن اوفر اخذ من هاي المحافظات الباقية الى التركيز يكون في هذه البقعة من الكرة الارضية، لان هاي اطهر بقعة ممكن في الكرة الارضية، كربلاء المقدسة، الزيارة الاربعينية، الحشود المليونية، بالملايين الناس تزور وتروح للزيارة، يعني يعجز اللسان عن الوصف، العين إذا ما تشوف ما تصدق. قد يحكى للناس أنه قد رأينا 20 مليون أو 25 مليون، لكن ممكن ما حد يصدق هذا الكلام، بس العين من تشوفه، يعني الصور والفيديوهات اللي جاي تطلع مستحيل انه تكذبها اي عين بشرية، اي كاميرا تلفزيون او عدسة موبايل، مستحيل. موضوعنا الاخر في هذه الحلقة هو موضوع جدا مهم، البعض يشكل عليه، الانترنت اللي راح يكون موجود في طريق يا حسين. البعض يقول ليش انترنت؟ انا اقول لك ليش انترنت. الانترنت حتى تتواصل مع اهلك، مع ناسك، مع اللي جايين وياك. الانترنت اليوم اصبح عامل مهم جدا للناس. الانترنت هو ممكن الناس قامت تستغني عن السيم كارت والرصيد، وهذا تجري الاتصالات بالانترنت. لذلك خبرنا يقول الاتصالات تعلن اطلاق خدمة الانترنت المجاني لزائري الاربعينية، خاصة في طريق يا حسين بين النجف وكربلاء، وايضا الطرق المؤدية الى كربلاء راح يكون بيها انترنت مجاني. هسه واحد يقول لي شلون اكنك؟ شلون تكنك؟ تطلع تلفونك، راح تلقى النت موجود، راح تكتب ثمان أصفار، تكتب 1 2 3 تظل الدايس 8 أصفار، راح يجي انترنت في جهازك، في تليفونك او هاتفك المحمول، راح يجيك انترنت وراح تقدر تتواصل، وراح تقدر تشوف الناس العالم الخارجي، تتواصل ويا اهلك ويا اصدقائك ويا اللي جايين للزيارة، تنقل صورة عن المواكب والزيارة، راح يكون موجود الانترنت في الطريق. هذا هو موضوعنا اللي راح نتحدث به ايضا، وراح نشوف تعليقاته وشنو كان رد فعل الناس. اول تعليق من مشتاق يقول الله يحفظ زوار ابا عبد الله الحسين. كرار يقول ماكو خدمة شحن، ومسوي التليفون مات قليل شحن. كرار، خدمة الشحن تكون موجودة بالمواكب، انت دا جايب شاحنتك وياك جنطتك او بجيبك، شوف وين مخليها، او عم حتى اذا ما جايب شاحنتك وياك، اي موكب انت راح تقعد بي تستراح راح تلقى اكو شاحنات وراح تلقى اكو كهرباء. اذا انت جايب شاحنتك خليها بالنقطة واشحن، اذا انت ما جايب شاحنتك فراح تلقى اكيد باي موكب شاحنات ايفون، جالكسي، اي كل انواع التليفون، تايب سي، راح تلقى شاحنات فتشحن. فخدمة الشحن موجودة، شحن وانترنت موجودات، الانترنت موجود على طريق كربلاء وطريق النجف، وايضا الشحن، انت تسأل على الشحن، موجود في اي موكب تدخله
راح تلقى شاحنات وراح تلقى كهرباء تقدر توصل هاتفك وتقدر تشحن. دليناك يا كرار. مرتضى يقول الناس رايحة تزور لو وقت نت. لا، هي الناس صح رايحة تزور. النت مهم جدا مثل ما قلت. قد تكون شبكة الهاتف ضعيفة بسبب الحشد الكبير، لكن الانترنت ممكن انت تتواصل به. مثلا انت جاي ويا صديقك، واحد وصل للدلة مثلا مال الاسكندرية، واحد وصل قبلها بشوية، تقدر تفتح تليفون وتراسله او تتصل به بالانترنت. لان يعني الشبكة سيم كارت راح يكون هناك الشبكة ربما ضعيفة بسبب الحشد الكبير من الزائرين، لذلك الانترنت مهم. لا تشكل على الانترنت. فيان تقول اكو نت يمنا يم مدينة الزائرين. والله اليوم هناك هيك يجي النت من شبكة هيك اسم اتذكر هاشتاج ات. اكو نت بمدينة الزائرين، اكو نت بطريق يا حسين، اكو نت بالطريق المؤدي الى كربلاء، بكل مكان اكو انترنت للضوجين. انور يقول كل شيء يتوفر لخدمة الزوار، ربي يوصلهم ويعودون بسلامة. شكرا يا أنور. هذا كان موضوعنا اللي هو موضوع الانترنت، اللي هو مثل ما قلت لكم هو عامل مهم جدا. الناس تتحدث عن الانترنت، وجوده ووجوده ضروري جدا، لأنه مثل ما قلت لكم قد تكون الشبكة ضعيفة فممكن الناس تتواصل عبر الانترنت. موضوعنا الآخر في هذه الحلقة هو موضوع ممكن أهم موضوع بالمواضيع، الزوار اللي يجون من الخارج وخاصة من الدول الجارة، طريقة وصولهم وطريقة مشيهم. طهران تعلن عن موافقة بغداد على دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق بالحافلات. يعني شلون؟ يعني الزار الإيراني راح يجي بالحافلة بالمجموعة مالته بالسيارة يدخل إلى العراق، يعني ما مضطر إنه هو يترك سيارته بحدود بلده ويعبر الحدود ويأخذ سيارة ثانية. لا، ممكن راح تجي الحافلات اللي هي من الجمهورية الإسلامية وتدخل إلى العراق، فتدخل بالسيارة، يعني ما يحتاج مثل ما قلت لكم يوصل الحدود ويرجع يصعد، يرجعون يصعدون بسيارة ثانية. فطهران أعلنت عن أنه بغداد وافقت على دخول الزوار الإيرانيين بحافلات إيرانية إلى العراق. هذا هو موضوعنا اللي أيضا راح نتحدث به، هو دخول الزائرين بحافلاتهم. هذا الموضوع راح يسهل عليهم كثير من المواضيع. محمد يقول اهلا ومرحبا بكم. ابو محمد يقول كل الهلا بزوار سيد الشهداء. اما ابو علاء يقول الف هلا بزوار الامام الحسين عليه السلام. ام مجتبى تقول هلا بزوار ابو السجاد. حق يقول كلنا خدم لزوار الامام. هذه كانت التعليقات وهذه الروحية اللي موجودة اللي مرتبطة بين الشعبين بسبب الزيارة الأربعينية. هاي الروحية هي تنم عن مدى التقارب والترابط ما بين البلدين بسبب الزيارة. مثل ما قلت لكم أنه راح يدخلون بحافلاتهم، وهذا الموضوع مثل ما قلت لكم هو موضوع مهم جدا، لأنه موضوع يخص الزائرين من الجمهورية الإسلامية. مثل ما قلت لكم راح يدخلون بحافلاتهم. موضوعنا الثاني هو موضوع أيضا مرتبط بأعداد الزائرين. مثل ما قلت لكم هو يدخل بالسيارات، هذا الموضوع أخذنا. الموضوع يقول أنه عدد الزائرين من الجمهورية الإسلامية لغاية، لا والله مو لغاية الآن، يجوز فاق الرقم يجوز زاد، لغاية يوم أمس هيئة المنافذ الحدودية تقول أكثر من مليونين
زائر، يعني 1,250,000 أو ما أعرف إيش قد زائر إيراني دخلوا العراق لغاية الآن للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وراح أحدثكم عن هذا الموضوع. هاي ممكن أول زيارة بعد كورونا، مثل ما تعرفون العام الماضي والعام اللي قبله كانت أكو كورونا، فما أجت الناس وما قدرت تجي تزور لأنه كورونا كان الوضع جدا صعب والحياة واقفة وشبه معدومة. رغم هذا العراقيين راحوا وحتى من برا أجوا، بس هاي ممكن هي أول زيارة بعد كورونا، فالناس صار لهم سنتين ما زايرين ما مأدين هاي الزيارة، وهم عندهم هاي الزيارة واحدة من أهم الزيارات اللي تكون موجودة، زيارة دينية كبيرة، الزيارة الأربعينية. هيئة المنافذ تقول أكثر من 1,000,000 زائر إيراني دخلوا العراق لغاية الآن للمشاركة في الزيارة الأربعينية. خلينا نأخذ الموضوع وتفاصيله ونشوف شنو كان ترحيب الناس بهم. هيثم يقول كل أحرار العالم ضيوف عند الإمام الحسين عليه السلام. أم مجتبى تقول أهلا وسهلا بزوار أبو السجاد، ربي سهل دربهم منين ما جايين. عمار يقول أهلا وسهلا بزوار الحسين عليه السلام، اللهم احفظ زوار أبا عبد الله الحسين الشهيد المظلوم الغريب، لبيك يا حسين لبيك يا حسين. تعليق من الله ثقتي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، اللهم احفظ خدام وزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتقبل طاعاتهم وأرزاقهم خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين. عاشت إيدك على الدعاء. حسين يقول أهلا وسهلا بزوار الإمام الحسين. هذا موضوع أيضا مهم جدا إنه إحنا نتحدث فيه، اللي هو موضوع الأعداد. وبالمناسبة كل ما تتقرب الأيام يزيد العدد، كل ما يتقرب يوم الزيارة يزيد العدد. كربلاء راح تحتضن 20 إلى 25 مليون زائر، شيء يفوق الخيال. هذا هو موضوع الأعداد، وأيضا أكو مواضيع مهمة راح نتناولها. قد يسأل سائل ويقول هل تستوعب المدينة هذا العدد؟ تستوعب أكثر. ليش؟ الناس والعتبات جاي تشتغل على مواضيع مهمة بعيدا عن مدينة الزائرين، بعيدا عن المحافظة، بعيدا عن المواكب، جاي يفتتحون أماكن لاستيعاب الناس. مثلا صحن افتتاح شوارع وأجزاء واسعة من مشروع صحن العقيلة للزائرين، صحن العقيلة عليه السلام سيدة زينب للزائرين، افتتاح شوارع وأجزاء واسعة من مشروع صحن العقيلة للزائرين. يعني هاي الناس اللي جت هواي، قد يسأل البعض وين راح يقعدون، وين راح ينامون، وين راح يكون تواجدهم؟ أكو افتتاح لشوارع وأماكن ومناطق لاستيعاب هذا العدد الكبير. لذلك هذا هو موضوعنا الآخر اللي راح نتحدث به. مثل ما قلت لكم إحنا المواضيع اللي نتحدث بها هي مواضيع قد تكون مختلفة نوعا ما لكنها تخص الزيارة الأربعينية. افتتاح شوارع وأجزاء واسعة من مشروع صحن العقيلة للزائرين، وهذه الصور من افتتاح الشوارع ومشروع صحن العقيلة. مثل ما تشوفون حتى تستوعب عدد أكبر من الناس، حتى يكون الناس الزائرين مرتاحين، يجي يد زيارته ويرجع بسلام وأمان ويلقى الطعام والشراب والغسيل ويلقى كل شيء، كل شيء يلقى. يعني ممكن المكان الوحيد اللي تروح له وما تصرف ولا درهم ولا ألف دينار تروح مشي،
تاكل تشرب تزور تصلي تسبح كل شيء موجود مجانا. وترجع ايضا تروح بسياره اكو سيارات مجانا تنقل الناس والمواطنين. وايضا تروح هناك تزور تاكل تشرب تسبح ترجع مجانا. يعني تروح بالسياره اكو سيارات مجانيه، اكو حافلات تروح مجانيه، يعني اعداد. اتذكر قبل سنوات من كنا نروح فيك السنوات، يعني حتى تجي تطلع من وزارة النقل تريلات تريلة تحمل لها فد 200 نفر 300 نفر، زين طريق تروحها جاي، زين وين الطريق من بغداد الى 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 كربلاء ممكن هو ساعة. فاقصد انه بذاك الزمن تريلات وهذا، يعني الزمن القريب يعني قبل 5 إلى 6 إلى 7 سنوات. اما هسه منشآت جاي تروح، هسه القطارات شغالة، زين الحافلات شغالة، ايضا الحشد الشعبي حافلاتهم وجهودهم الهندسي وكل شيء موفري ايضا للزيارة الاربعينية. فالناس المكان الوحيد اللي تروح عسى ما تبقى بيه اسبوع كامل تأدي الزيارة ما يصرف 1000 دينار هو هذا المشروع او هذه الزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، رب زد وبارك. محمد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ايضا محمد اللام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي المشاريع اللي تنفتح والاماكن اللي تنفتح كلها على مود استيعاب الزيارة الاربعينية. هسه نجي للجانب الاخر، اخذنا مواضيع الكهرباء الانترنت العدد شلون يجون وين راح يقعدون، هسه راح ناخذ الجانب الاهم بالعالم، الجانب اللي ما تلقى هيجي خدمه باي دوله بالعالم، ما تلقى هيجي ناس تخدم، كبار صغار نساء شيوخ كل الناس تخدم الزوار. اليوم جايب نموذج لإنسان وشيبة مباركة كالشيبة التي ظاهرة في الشاشة، باقي على النهج القديم كيف يسقي زوار أبو عبد الله الحسين. نعم تطورت الحياة والمي صار بقلاصات او قناني مياه، وصار ممكن تلقى براد او باشياء، لكن هذه الشيبة بقيت على النهج القديم وهي تسقي زوار ابا عبد الله الحسين بهذه الاشياء القديمة اللي هي يعني ما اعرف. خلينا ناخذ الموضوع، خلينا ناخذ الصور ونشوف شنو كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع. عمره 90 عاما لم يمنعه كبر سنه من سقاية الماء لزائري سيد الماء عليه السلام. هذه الصور انتشرت بصورة كبيرة جدا، هذه الشيبة اللي تسقي الزوار. الإمام الحسين مات عطشان، وأبو الفضل العباس مات عطشان، واللي موجودين كلهم كانوا بالمعركة ماتوا عطشانين. لذلك المي، واحد من يشرب مي يقول السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبو عبد الله الحسين، يذكر المصيبة. رغم تطور الحياة، رغم أنه الماء صار موجود مثل ما قلت لكم بقنان المياه أو القدح الجلاس، لكن هذه الشيبة بقيت على النهج القديم في سقاية الزائرين. صور انتشرت بصورة كبيرة جدا، هذا الطفل اللي قاعد ويشرب مي من هذه الشيبة المباركة. شوف المنظر شلون جميل، العصا مالته، الساقية مالته اللي يسقي بيها. والله ما تلقى هيك منظر بالعالم كله، ما تلقى هيك منظر
وين ما تروح ما تلقيش منظر، مستحيل مستحيل تلقيش مناظر. ايضا صور اخرى، الله يحفظك يا حج، عمره 90 سنة، لم يمنعه كبر سنه ولا ايضا مرضه اكيد، لكن بقي على العهد. يقول محسن الكعبي مأجور والعمر الطويل. معاذ يقول مأجور بميزان حسناتكم. أما علاء يقول الله يعطيك الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. سالي تقول ربي ينطي الصحة والعافية ويرزق حسن الخاتمة بحق الحسين. أم محمد تقول الله يحفظه ويطول بعمره يا رب العالمين ويصير قدوة للكل إن شاء الله. الله يطول ويمد بعمره وإن شاء الله نشوفه كل سنة وكل عام يسقي زوار أبو عبد الله الحسين. مشاهدينا الكرام، هذه كانت مواضيعنا في فقرة فيس تو فيس، المواضيع اللي هي تخص الأشياء اللي تحتاجها الناس بالزيارة، ما قلت لكم كهرباء، انترنت، افتتاح المدن والشوارع وافتتاح الأماكن اللي يجون بها الزوار وطريقة نقلهم وأعدادهم. فقرتنا الثانية ترند يوتيوب هي الفيديوهات، الفيديوهات اللي تظهر اللي ما تلقى أجمل منها أبدا. فاصل قصير، فقرة ترند يوتيوب، خليكم ويانا، حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة ترند يوتيوب، الفقرة اللي بيها الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا للزيارة الأربعيني بالحدود، بأحد المنافذ الحدودية. جندي بطل، ما أعرف هو بالجيش أو بالحشد الشعبي بالتحديد، بس راح نعرفه من الفيديو وزي اللي لابسه، يحمل زائر إيراني كبير في السن على ظهره حتى يصعده بالسيارة حتى يروح ينطلق. خلينا نشوف الفيديو ونشوف التعليقات. السلام عليك يا سيدي مولاي. لا الفيديو ينمل ولا الصوت القصيدة ينمل، ما هسه أنا ممكن أبقى أتفرج عليه ممكن نهاية الحلقة والله، بس عندنا مواد وفيديوهات وأخبار أخرى لازم نظهرها. هاي المشاهد ما يعني ما تلقاها بأي مكان بالعالم، هاي كلها دروس وعبر. هذول الناس، هذا جندي عراقي بطل بأحد المنافذ، شلون حامل الزائر الإيراني على أكتافه وعلى ظهره حتى يصعده بالسيارة حتى يتوجه للزيارة، كبير في السن ويعني وبغض النظر عن الجنسيات، بغض النظر عن القومية، لكن هو زائر الإمام الحسين عليه السلام، زائر أبو عبد الله جاي للأربعينية. هذا الفيديو الجميل والقصيدة اللي راكبة على الفيديو، يعني هو جد المدة ما تعتقد 13 إلى 15 ثانية، لكن ما ينمل من تشوف هيك مشاهد، تشوف هيك ناس، من تشوف هيك زوار. يعني تجي للزائر شوف عمره شقد، ما بيحل يمشي، ما بيحل يتحرك، لكن يجي للزيارة وتشوف الجندي البطل يحمله على كتفه حتى يصعده. يعني من خلال هذا الفيديو نوجه تحية للقوات الأمنية والحشد الشعبي وكل الصنوف اللي موجودة اللي مرابطين على الحدود وبالمدن على مود حماية الزائرين وعلى مود راحة الزائرين من العدو الغاشم. أجمل التحية نقدم لهم، أبطالنا بالحشد الشعبي والقوات الأمنية اللي هم من دونهم إحنا ممكن البلد يروح، من دونهم ممكن ما نزور وما نشوف هاي المشاهد مرة ثانية أبداً. على العموم أنا ما أريد أطول لأن عندنا مواد هواية وفيديوهات هواية، خلينا نأخذ التعليقات حول هذا الفيديو وأيضاً نرجع نأخذ فيديوهات أخرى. محمد يقول نعم كل الزوار الذين قدموا إلى العراق مرحب بهم ويجب أن تقدم لهم أفضل الخدمات بما يسعى الحال، ولكن الذين جاءوا من لهم خصوصية إذ إنهم أصحاب فضل على أبناء هذا الوطن العزيز، فلا ينبغي نكران تضحيات الشهيد سليماني ورفاقه الذين قدموا الغالي والنفيس في القتال ضد داعش وأعوانه. تقي يقول لنا كل الشرف في خدمتكم
وخدمة كل زائرين أبا عبد الله، زائرين أبا الشهداء عليه السلام. تعليق من أي تقول بعد روحي ولدنا، الله يحفظكم من كل سوء ومسيء، رفعت راس. صلاح يقول اللهم احفظ هذا الجندي العراقي الشهم البطل، واحفظ اللهم جميع قواتنا الأمنية والمسلحة والحشد الشعبي، أكيد لأن هم مثل ما قلت لكم مرابطين يعني بساحات المعركة، مرابطين بالأماكن اللي مخصصة لهم. هذا هو الفيديو الأول اللي شاهدناه في هذه الحلقة. الفيديو الثاني يعني راح، أنا متأكد راح نشوف الفيديو ونرجع نكرره مرة ثانية لجمالية المنظر. ما أعرف الكلام يعجز، خلينا نشوف الفيديو. فيديو أجمل من فيديو، منظر أجمل من منظر. هاي المناظر اللي إحنا جايين نشوفها، هذا البطل المقاتل بالحشد الشعبي اللي هو انقطعت قدمه، وبقى ما أعرف قدم أو قدمين ما أعرف زيد، بس شوف المنظر الجميل، المنظر الرهيب. هو يخدم الزوار، كان يخدم الناس بساحات القتال ضد العدو الغاشم وضد داعش، وانصاب ما 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 عاف العقيدة، بقى يخدم زوار أبا عبد الله الحسين. ومثل ما تشوفون الفيديو بدي صواني، هاي من ناس صينية رقي وهاي من ناس صينية ما أعرف شنو مي أو ما أعرف إيش بيها، ما يعني هاي أنت وين تشوف ممكن بلد بالعالم هيك مناظر؟ ما تلقى أبدا. أجمل تحية لك، الله يحفظك إن شاء الله، والله يحشرك مع أبو عبد الله الحسين في الجنة، ومع يعني هاي الأبطال اللي تضحي. ما أعرف، خلينا نشوف التعليقات ونشوف شنو كان كلام الناس. حسين يقول موفقين إن شاء الله، أما بطاه يقول كتب الله أجرهم نعم الأوفياء. علي يقول يا حسين. مريوان يقول يعجز اللسان، طبعا يعجز اللسان، احنا نقوم نتلكى وما نعرف شنو نحكي، طبعا يعجز اللسان، طبعا يعجز اللسان عن الوصف، عن التعبير، عن الكلام. هاي المشاهد ما اعرف. الفيديو الاخر اللي عندنا هو كمية الحشود البشرية اللي جاية للزيارة. هذا الفيديو من احد المنافذ، وشاهد عدد الزوار من الجمهورية الإسلامية اللي جايين يزورون، بس شوف العدد ايش قد. هذا الفيديو ايضا يعني شوف الاعداد. على العموم خلينا نشوف التعليقات حتى ناخذ اكبر عدد مثل ما قلت لكم من المواضيع والفيديوهات. عمار يقول اهلا بزوار ابا عبد الله الحسين عليه السلام. الساعد سيف يقول اهلا وسهلا بكل قادم الينا. أمنية تقول وصلت زيارتكم إن شاء الله، تقبلها منكم الإمام الحسين عليه السلام. علي يقول افتحوا لهم الحدود والسماح منذ مدة حتى لا تتراكم هكذا أعداد هائلة عند المنافذ. إن شاء الله يفتحون الحدود ويعني ما تتراكم مثل ما قلت الأعداد، إن شاء الله كلهم يزورون. أيضا ناخذ فيديو آخر على عجالة أيضا لعدد الزوار والناس اللي جايين، خلينا نشوف الفيديو ونرجع.
جاي للزيارة هذا العدد الهائل وغيره من الأعداد. مثل ما قلت لكم 20 إلى 25 مليون زائر راح يكون موجود في كربلاء المقدسة. هذا الفيديو اللي راح نختم به حلقتنا لهذا اليوم لأنه الوقت ما يسعف، لكن أوعدكم حلقة باقي بها مواد هواية وباقي بها فيديوهات هواية، وأيضا حلقتنا الجاية كلها راح تكون مخصصة للزيارة الأربعينية. أتمنى أنه ترجعون بسلامة، تزورون وتندعوننا، وإن شاء الله الله يتقبل طاعاتكم، وإن شاء الله كل سنة باقين على العهد وفايا يا أبو عبد الله الحسين. ولا تنسونا بالدعاء، وإن شاء الله مثل ما قلت زيارتكم مقبولة، وإن شاء الله تأخذون مرادكم وترجعون سالمين إلى دياركم وإلى منازلكم وإلى أعمالكم. مشاهدين الكرام، بهذه المجموعة من المواضيع نتمنى قد أوصلنا بعض من المشاهد للزيارة الأربعينية. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة من برنامج الوسم، كالعادة أقول لكم في مال الله.